السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم الثاني من الملتقى الهندسي العربي، وزي ما قلت الأساتذة الأفاضل قالوا امبارح إن هو الفكرة كلها في إن احنا نناقش أفضل رسائل الماجستير والدكتوراه، ونشوف إزاي تتحول لتطبيق عملي، وبرضو طريقة البحث ومنهج البحث بحيث الباحثين يستفادوا منها إن شاء الله. فالنهارده ان شاء الله بنستفتح اليوم الثاني باستاذنا المهندس ايهاب ماهر، ومهندس معماري وطالب بالماجستير في العماره الذكيه والخضراء، وحاصل على 3 دبلومات: دراسات عليا في التصميمات التنفيذيه وتكنولوجيا البناء، ودبلومه العماره الخضراء، ودبلومه التصميم المعماري، متخصص في تكنولوجيا البناء والرسومات التنفيذيه، ومؤلف لكتاب في ذات التخصص بعنوان Illustration Construction Drawing، ومؤسس لمركز تدريب العمارة ومدرسة تعليمية أركفيا سكول. وإن شاء الله محاضرة موفقة. ومهندس إيهاب ماهر من الناس اللي صاغت وبدأت فكرة الملتقى الهندسي العربي، وهو ما شاء الله بدأ دلوقتي يعمل موسوعة في تاريخ العمارة، فأتمنى إن أنتم تتابعوها وهحط لكم الرابط بتاعها إن شاء الله. اتفضل يا أستاذنا. شكرا جدا يا باشمهندس. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل ما ابدا في الموضوع او نتكلم في اي حاجه، انا حابب اشكر الاول باشمهندس عمر على المجهود الكبير جدا اللي هو عمله علشان الموضوع ده يظهر للنور. يعني بصراحه لولا تعبه معانا والمجهود اللي هو بذله، يعني ما كانش الموضوع ده عمره هيتم. فيعني انا حابب اشكره على الفكره دي، واتمنى ان هي ان شاء الله تستمر وتحقق اهدافها باذن الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده، البحث بتاعي بيتكلم عن تطوير الاستدامة عن طريق ان انا بطور مبادرات خاصة بتعزيز انظمة الطاقة الذكية. من الاخر او ببساطة، يعني انا بتكلم عن السمارت انرجي سيستم وعلاقته بالاستدامة. قبل ما ندخل في البحث نفسه، عايزين نتكلم على تمهيد ليه، التمهيد اللي هو اسس للفكرة بتاعت البحث نفسها. مبدئيا كده، طبقا للأمم المتحدة بيقولوا إن 50% من سكان العالم حاليا، حوالي 4.2 مليار بني آدم، بيسكنوا في المدن. متوقع سنة 2041 إن شاء الله 66% من الناس، حوالي 6 مليار بني آدم، هيبقوا عايشين في المدن أو في أماكن حضرية. الفكرة العامة إن ده يبان كويس، إحنا بنطور الريف وبنحوله لمكان حضري ومش عارف إيه، بس لما نيجي نبص في التفاصيل هنلاقي إن المشكلة الأساسية بتيجي في الضغط على الخدمات أو الضغط على البنية التحتية بتاعة الطاقة، خصوصا لو المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها أو الدولة اللي احنا بنتكلم فيها هي دولة أساسا محددة في استهلاك في توليدها للطاقة، يعني الطاقة اللي هي بتولدها بتكون محدودة بقدر معين، فده بيعمل ضغط كبير جدا على الطاقة، بالتالي بيبان أهمية إن أنا لازم أدور الطاقة بتاعتي. كل ده بيصب في ناحية إيه؟ في ناحية إن قطاع المباني نفسه مسؤول عن 39% لوحده من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون او انبعاثات الغاز الدفيئه. الغازات الدفيئه دي هي المسبب الاساسي بتاع الاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي الناس كلها بتتكلم عنه دلوقتي. هتلاقي قطاع المباني لما بيتعامل في 39% او بيسبب 39% من الانبعاثات، يبقى انا لو عالجت اصلا المشاكل الاساسيه في القطاع ده، يبقى انا عالجت نسبه كبيره جدا من حل المشكله، تكاد تقرب من نص حل المشكله بيجي في القطاع ده بس. علشان كده هنلاقي ان في 2015 عملوا مؤتمر في المناخ في باريس، كان بيتكلم على التغير المناخي وتأثيره على الطاقة وتأثيره على البيئة، واتفقوا ان هم في الوقت ده عايزين نقلل درجة الحرارة بتاعة الكرة الأرضية او نقلل درجة الحرارة في الكوكب كله حوالي درجة مئوية او 2 درجة مئوية. فده كان الاتفاق العام. في دول كتير مضت على الاتفاقية دي، ان هم خلاص احنا عندنا رؤية ان احنا هنطبق الموضوع ده. علشان كده كل فترة، مثلا هنقول كل سنة او كل سنتين، انا مش متأكد من الرقم بالظبط، بيتعمل مؤتمر سنوي للمناخ ده، وبيتعمل مؤتمر للمناخ ده. المؤتمر ده بيجي كل رئيس دولة بيقعد يتكلم على الانجازات اللي عملها في الدولة بتاعته. لو احنا فاكرين من 2020 انا حضرت كلمة الرئيس بوتين وهو بيتكلم، كان بيتكلم ان هو قلل فعلا درجة الحرارة في روسيا ومش عارف ايه والكلام ده. السنة اللي فاتت لو احنا فاكرين هنلاقي ان الرئيس السيسي برضه كان بيتكلم في المؤتمر وبيقول على انجازات اللي هي البنية التحتية في مصر وازاي بتتطور والكلام ده، هنتكلم عنه في البحث. الخلاصة الموضوع ان هنلاقي ان الامم المتحدة في نفس الوقت حطت 17 هدف ان احنا لازم نحققه. يهمنا من 17 هدف دول الهدف رقم 7، هو الحصول على طاقة نظيفة
او طاقه معقوله في التوليد بتاعها وفي الاستهلاك بتاعها. ان انا ما استهلكش طاقه بنسبه كبيره، زي ما احنا قلنا استهلاك الطاقه بيؤدي لانبعاثات غازات كتير بتسبب الاحتباس الحراري او التغير المناخي. عشان كده البحث بتاعنا بدا الاول انه يتكلم على وضع الطاقه في مصر، بيتكلم من خلال ثلاث حاجات. وضع الطاقه في مصر اتكلمنا في البحث عندنا من خلال المؤسسات اللي موجوده عندنا، المؤسسات اللي هي مسؤوله عن متابعه كفاءه الطاقه وبتحط القواعد والقوانين والاكواد والكلام ده، والكلام على الاكواد المتاحه. واحنا عارفين حاليا ان مصر حاطه الكود الاخضر للبناء عندها من الاساسيات اللي هي ان شاء الله هتطبقها في قطاع المباني قريب. وكمان اتكلمنا عن الريتنج سيستم او نظام التقييم الخاص بمصر اللي هو الجرين بيراميد، وقارنا بينه وبين الانظمه الثانيه زي الليد والبري ام. ده كان بدايه التفكير في البحث نفسه. كل ده بيصب في زي ما احنا قلنا في الاتفاقيات اللي مضيتها الدول المختلفه. لو احنا بنتابع الاخبار هنلاقي دايما ان في حاجه اسمها في مصر رؤيه مصر او اجندتها 2030. فكان البحث كله بيتكلم ازاي ممكن انا يعني احسن الوضع الطاقه في مصر طبقا لرؤيتها اللي هي دشنتها بالفعل ل 2030. عايزين لما 2030 تتحقق او نوصل لها نكون حققنا مجموعه من المبادئ. ده اللي احنا كنا نتكلم فيه، وده كان الاساس العلمي او الاساس اللي احنا بدأنا منه نفكر في البحث ده. في نفس الوقت محدش يقدر ينكر دور التكنولوجيا في حياتنا وتأثيرها المباشر على كل حاجة. تقريبا مفيش حد بيمشي دلوقتي معهوش سمارت فون ولا الابليكيشنز عليه، ولا بيعتمد على، ولا يقدر ان هو يستغنى عن الاعتماد على الابليكيشنز والكلام ده. تطور التكنولوجيا ده بيؤدي بالتالي لتطور السمارت بيلدينج او الابنية الذكية. قطاع الأبنية الذكية بيعتمد في أساسه على الأنظمة بتاعته أو الأنظمة الذكية اللي جواه. الأنظمة الذكية دي هي البنية الأساسية اللي هو بيعتمد عليها أساسا. مفيش مبنى ذكي من غير ما تكون الأنظمة بتاعته ذكية، حتى لو كان المبنى ده متصمم إنه يكون مبنى أخضر. من هنا ممكن إن احنا نبدأ الدراسة بتاعتنا بسؤال وأهداف. أول سؤال احنا بنسأله في الدراسة عندنا أو في البحث بتاعنا، هل في علاقة مباشرة بين السمارت إنرجي سيستم أنظمة الطاقة الذكية وبين الاستدامة؟ يعني هل لو انا اعتمدت على انظمه الطاقه الذكيه دي هقدر ان انا اساهم في تعزيز الاستدامه او تحقيقها؟ ده كان اول هدف. ولو احنا اثبتنا العلاقه دي، هل ممكن ان انا اعمل دليل او مثلا فريم ورك او بعض المبادرات ممكن يعتمد عليها المهندس المعماري او المستثمر او اي ستيك هولدر مهتم بالمجال ده انه يدعم لنفسه السمارت انرجي سيستم؟ يعني انا دلوقتي مهندس معماري محتاج ان انا اصمم مبنى واعتمد على انظمه الطاقه الذكيه فيه. صعب جدا ان اقول للمهندس ده روح ذاكر كل الانظمه الذكيه، انما انا ممكن اعمل لك دليل تقدر تعتمد عليه وتبني عليه كل افكارك التصميميه بعد كده. وبرده المستثمر كذلك لما اجي اكلمه في انظمه الطاقه الذكيه هو يكون عنده خلفيه او عنده دليل ممكن ان هو يطبقه على المبنى. وبعد كده لو انا قدرت احقق الهدف ده وقدرت ان انا استنتج مجموعه من المبادرات دي، لازم ان انا اعمل لها تشيك في الوضع المصري، لازم اشوفها هي في مصر هل هي اساسا متحققه او موجوده ولا لا، ولو موجوده موجوده بنسبه كام؟ طيب اللي غاب منها او مش موجود ليه؟ ده كان البدايه الفعليه للدراسه عندنا، واللي بداناها بالليترتشر ريفيو. مراجعه الادبيات اعتمدنا على العشر سنين اللي هم من الفتره من 2010 ل 2020، دي السنه اللي اتعمل فيها البحث. العشر سنين دول درسنا فيهم كل الابحاث اللي كانت بتتكلم على النقطه دي، على انظمه الطاقه الذكيه والاستدامه والابنيه الذكيه وكل ما يخص الموضوع ده. انا عايز بس قبل ما اقول لكم الاستنتاجات من الليترشر ريفيو نفتكر الاسمين دول لان هم كانوا المؤثرين الاساسيين في الاستنتاجات اللي جايه بعد كده، هنريك لوند وجيالي بام. هنريك لوند كان الابحاث بتاعته من 2011 ل 2018، دي كانت الفتره اللي اعتمدت عليها في ابحاثه. وجيالي بام ده بروفيسور امريكي او من اصل اسيوي، اعتمدت على البحثين بتوعه في 2013 و 2015. الاثنين الاسمين دول لما هيجي المنشن بتاعهم ان شاء الله همنشن على اسمهم لما نوصل للنقط اللي هم اثروا فيها في البحث، بس خلينا فاكرين الاسمين دول هنتكلم عليهم بعدين. الليترشر ريفيو اللي احنا عملناه وصلنا لثلاث استنتاجات رئيسيه. اول استنتاج عندنا ان بالفعل في علاقه بين انظمه الطاقه الذكيه وبين الاستدامه. بالدراسه النظريه وصلنا للعلاقه دي اللي ممكن اوضحها باختصار فيما يلي، ان الاستدامه احنا عارفين انها بتتكون من ثلاث ابعاد اساسيه، بعد اجتماعي، بعد بيئي، وبعد اقتصادي. وهنلاقي ان الابنيه الذكيه بتدعم الثلاث الابعاد دول. يعني الابنيه الذكيه في اهدافها اساسا لما اتعملت اللي هي انها بتدعم الابعاد البيئيه من خلال مجموعه من الاهداف بتحققها، بتدعم برضو الابعاد اللي هي المجتمعيه، وكمان ليها بعد اقتصادي بيتحقق في
او من اهدافه بيحقق البعد الاقتصادي، فبالتالي بيحقق الاستدامة. واحنا عارفين ان المبنى الذكي مش هيكون ذكي من غير الانظمة الذكية اللي فيه، فالانظمة الذكية بالتالي بتدعم الثلاث ابعاد بتوع الاستدامة دول. ومنها من الانظمة الذكية في المبنى احنا عارفين ان يكون عندنا انظمة اتصالات، انظمة امن وحماية، وانظمة طاقة. انظمة الطاقة جزء حاسم ورئيسي من انظمة الانظمة الذكية في المبنى الذكي. وبالتالي ممكن ان انا اشوف العلاقة بين الاستدامة وبين انظمة الطاقة الذكية من خلال الشكل اللي قدامنا ده، ان انظمة الطاقة الذكية جزء اساسي من الانظمة الذكية. الانظمة الذكية هي البنية الاساسية اللي قام عليها في الاساس المبنى الذكي اللي هو بيحقق الاستدامة. من هنا هيبان الموضوع بتاعي، واقدر استنتج ان انا لو اعتمدت او بدأت ان انا اطبق انظمة الطاقة الذكية عندي في السياق بتاعي، سواء المبنى بتاعي او المجتمع اللي انا عايش فيه، يبقى انا بالفعل بعزز الاستدامة من خلال العلاقة دي. ده كان اول هدف حققناه من الدراسة. الهدف التاني احنا عايزين دلوقتي نوصل للي بعد كده، احنا عايزين نوصل للفكرة بتاعت ان احنا نعمل دليل او نعمل مبادرات. هنوصل لها ازاي؟ هنبدأ من الاستنتاج التاني من الليتريتشر ريفيو. استنتجنا ايه؟ ان كل سياق مختلف، يعني مثلا السياق الامريكي، السياق الاسيوي، والسياق في اوروبا او كمجتمعات، يعني ليها اهداف مختلفة من السمارت بيلدينج. فهنلاقي مثلا ان امريكا لما تيجي تعمل مبنى ذكي بتهتم جدا بالتقنيات اللي فيه، ومن بعدها بتهتم بالامن والامان والسلامة كوحدات اساسية ليها. لو جينا بصينا على اسيا هنلاقي بتهتم جدا بالبعد البيئي بتاعها. لو جينا بصينا على اوروبا هتلاقيها بتهتم بالبعد التكنولوجي اللي بيحقق متطلبات المستخدم. يعني مثلا هبسط لك الفكرة، لو احنا قلنا ان المستخدم ده هيكفيه نظام 8.5 مليون دولار مثلا، يعني فانا ليه احط تقنيات زيادة انا مش محتاجها تكلفني مليون دولار، وهو المستخدم بتاعي عايز 0.5 مليون دولار. ده كان البعد بتاع اوروبا او طريقة تفكيرهم في تصميم المباني الذكية. الخلاصة في الموضوع ان احنا هنلاقي ان كل سياق مختلف او كل زون مختلفة اهداف مختلفة بتسعى ان هي تحققها. والحاجة الاخيرة او الثالثة اللي احنا استنتجناها من الليتريتشر ريفيو، والاهم على الاطلاق واللي منها كان اساس فعلي للدراسة، ان انا ممكن اقسم الانظمة الطاقة الذكية لثلاث تصنيفات اساسية. اول نظام عندي انظمة الطاقة او انظمة ادارة الطاقة الذكية. ثاني نظام عندنا اللي هو السمارت جينيريتنج سيستم، انظمة توليد الطاقة الذكية. والنظام الثالث عندنا انظمة استهلاك الطاقة الذكية. فانظمة ادارة الطاقة اتقسمت للسنسورز، الحساسات اللي انا بيها بجمع البيانات بتاعت المبنى، البيانات البيئية، المستخدمين بيعملوا ايه، النشاط بتاعهم المختلف، الكلام ده كله. بعد كده بتوصل لمرحلة الكنترول او المعالجة. بعد كده بتوصل للاكتويتور اللي هو المشغلات او المسؤولة على تنفيذ القرارات. يبقى الترتيب التالي بتاع ان انا بجمع بيانات، بيتم معالجتها، وفي النهاية بيتم ان انا بنفذ القرار بناء على البيانات اللي انا جمعتها. لو احنا جينا فكرنا في السيستم ده هنلاقي نفس السيستم اللي شغال بيه جهاز الكمبيوتر تقريبا. فهو نظام ادارة الطاقة ما هو تقريبا الا نظام ذكاء اصطناعي او نظام شبه الكمبيوتر بيشتغل بنفس الطريقه بس بيدير المبنى كله. بعد كده الجينريتنج سيستم، اتكلمنا على الطاقه اللي متولده من المصادر المتجدده للطاقه. وبعد كده اتكلمنا على البنيه التحتيه الذكيه او السمارت جريد اللي هي الاساس الفعلي لتطوير الانظمه الطاقه الذكيه في المجتمع او في السياق اللي احنا بنتكلم فيه. اخر حاجه عندنا استهلاك الطاقه الذكيه والانظمه المسؤوله عن استهلاك الطاقه بطريقه ذكيه. اتكلمنا عن انظمه الاضاءه وانظمه التكييف الذكيه. وليه اتكلمنا عن النظامين دول مع ان في انظمه كتير جدا بتستهلك طاقه في المبنى؟ ان دول اكبر نظامين او اكتر نظامين بيستهلكوا طاقه مقارنه طبعا بباقي الانظمه التانية. من الاستنتاجات دي هقدر ان انا ابني الدراسه بتاعتي علشان اوصل للهدف التاني. الهدف التاني للتذكرة ان انا اوصل ان انا اعمل مبادرات او اعمل دليل يقدر يعتمد عليه مهندس معماري او اي ستيك هولدر عايز ينفذ او مهتم بالموضوع ده. هنوصل لها ازاي؟ لما جينا فكرنا قلنا كويس، انا دلوقتي عندي سياقات مختلفة، عندي كل زون مختلف بيفكر بطريقة مختلفة، وكمان عندي قدرت ان انا اصنف الكاتيجوريز بطريقة برضو منظمة، ان انا عندي 3 كاتيجوري لكل الانظمة الذكية او انظمة الطاقة الذكية. لو انا جبت دراسات حالة من كل مجتمع او من كل نطاق جغرافي مختلف
وعلى سنوات مختلفة هقدر ان انا اشوف الصورة كاملة للانظمة بتعمل ايه في المبنى ده. يعني على سبيل المثال مثلا لو انا قلت المبنى اللي هو 151 نورث فرانكلين بيلدينج ده في شيكاغو معمول 2018، هقدر ان انا مثلا لو حللت الانظمة الذكية اللي فيه، انظمة اللي هي مسؤولة عن الطاقة بس اللي فيه، وصنفتها للثلاث تصنيفات دول، هقدر اشوف اهمية كل نظام من الانظمة دي. يعني ايه اهمية كل نظام من الانظمة دي؟ مثلا لو جينا بصينا على مثلا اللي هو الليرنينج فاسيلتي ده، اللي هو ان المبنى بيقدر يتعلم من نفسه وبيتعلم من مثلا هو من تفضيلات المستخدمين. انا دخلت المبنى فما عجبنيش الاضاءه فحسنتها، فلما هدخل مبنى تاني هو عارف ان ايهاب بيحب الاضاءه بشكل معين فيبدا ان هو يحسنها لي او يطورها لي. فلاقيها موجوده في 2018 مش هلاقيها موجوده في مبنى هنحصل في 2006، هلاقيها موجود في 2014 مش موجود في 2008. من هنا هعرف الاهميه بتاعته. لما درسنا الانظمه دي كلها بدانا ان احنا نستوعب شويه وظيفة كل نظام الأنظمة. بس هنا قبل ما نبدأ ننتقل للسلايد الثاني، ممكن يجي عند الناس سؤال، أو عند مثلا اللي بيتابعني دلوقتي أو بيسمع كلام ممكن يجي له سؤال، ومين اللي قال لك يا إيهاب إن اللي أنت عامله ده صح؟ ما يمكن التحليل اللي أنت عملته ده أنت عملته من وجهة نظرك ومش مظبوط. السؤال ده فكرت فيه وأنا شغال، وده أول منشن هقوله اللي هو الباحث اللي اسمه هنريك لوند. فأبحاثه من 2011 ل 2018 كان بيتكلم على إن الطفرة الحقيقية في أنظمة الطاقة الذكية حصلت من بعد 2014. يعني البني آدم كان بيفكر في أنظمة الطاقة الذكية بشكل مختلف لغاية ما وصلنا 2014. بعد كده بدأ التفكير كله يتغير وفكر فيها. لو أنت فكرت فيها بطريقة منطقية هتلاقي إن من 2011 ل 2014 كانت ثورة حقيقية في مجتمع اتغير تماما. هتلاقي السوشيال ميديا اتطورت، هتلاقي السمارت فونز اتطورت، تطبيقات الموبايل اتطورت، كلنا بدأنا نعتمد ان يكون معنا موبايلات. بالتالي تطور التكنولوجي ده خلانا نعتمد على السمارت فونز او التطبيقات الجديدة ان احنا ندخلها معنا في المبنى. فلان التفكير اتغير تماما فعلا من 2014. فلما توافق الكلام بتاعي مع الكلام اللي الباحث هنريك لوند عمله اتأكدت بنسبة كبيرة من صحة التحليل ده. عشان كده لو ان دي مثلا لو انت جيت في بالك السؤال ده يعتبر يعني الاجابه اللي عندي ليه. استنى طبعا المناقشات في الاخر لو حد عنده سؤال ولا حاجه ممكن ان احنا نكمل. من التحليلات دي كلها زي ما احنا شفنا حللنا بعض او حللنا كل الانظمه الذكيه في بعض الكيس ستادز اللي احنا اخترنا 15 مبنى ذكي من كل سياق. خدنا 2 في اوروبا، خدنا حوالي 6، خدنا 2 في امريكا، خدنا حوالي 6 في اوروبا، خدنا 2 في اسيا، واخترنا كمان 2 من الوطن العربي و2 من مصر. علشان في النهايه نشوف الصوره دي. لو احنا جينا حللنا، معلش عندي تهنيجه بسيطه في الباوربوينت. المهم لو جينا حللنا وشفنا الشكل ده، عندي مجموعه من الانظمه لو انا جيت بصيت عملت زوم عليها الاقي على سبيل المثال كل المباني تقريبا كان فيها ان هي القدرة على تجميع البيانات البيئية. ان كل المباني بتجمع او لازم ان هي تجمع الاخبار البيئية او الداتا البيئية بتاعتها، سواء بداخل المبنى او حوالين المبنى، حرارة، الرطوبة، الكلام ده كله. كمان كل المباني تقريبا كانت بتعتمد على انها تدي القدرة على المستخدمين اللي جواها ان هم يتخطوا النظام. يعني ايه؟ يعني مثلا النظام الاوتوماتيك بيقول ان المبنى كله درجه حرارته 23، انا دخلت عندي دور برد بس سقعان فعايز اخلي درجه الحراره بتاعه التكييف في المكان اللي انا قاعد فيه 26. فكل المباني بتديك القدره لده، انت عندك القدره انك تغير او تتخطى النظام الاوتوماتيك وتحسنه علشان يوافق متطلباتك. معنى كده ان النظامين دول ليهم اولويه هامه جدا ان هم يكونوا في المبنى. يعني معنى كده ان انت لو بتصمم مبنى ذكي لازم تعتمد بشكل اساسي على وجود النظامين دول او الطريقتين دول، من غيرهم فانت عندك خلل في النظام. لو احنا جينا بصينا تاني على الصوره الكبيره هنلاقي ان احنا لو طبقنا نفس الافكار او نفس المنهجيه دي على كل المباني وعلى كل التحليل نقدر ان احنا نوصل لاولويه وجود كل نظام من الانظمه دي، وبالتالي نقدر ان احنا نستنتج المبادرات بتاعتنا. استنتجنا مبادرات. الاول احنا صنفناها بناء على الثلاث تصنيفات، أنظمة الإدارة وأنظمة الاستهلاك وأنظمة التوليد الطاقة، ووصلنا هنا لمجموعة المبادرات رتبناها طبقا للأولوية بتاعتها زي ما احنا شفنا في التحليل اللي هي الكيس ستاديز. وكمان حاولنا ان احنا نجيب
متوسط تكلفتها، هل هي تكلفتها عالية ولا متوسطة ولا منخفضة بناء على السوق العالمي وبناء على الكتالوجات والداتا شيتس بتاعت الشركات المصنعة لكل نظام من الأنظمة اللي احنا بنعتمد عليها. كمان شفنا الوجود بتاعها ان كانت هاردوير ولا سوفتوير ولا موجودة في الشكلين بتوعها، وحاولنا ان احنا ندرس تأثيرها على خمس حاجات أساسية: تأثير كل مبادرة من المبادرات أو كل خطوة من خطوات الدليل ده على استغلاله للموارد المتاحة في المبنى، على قدرته على الحفاظ على الطاقة، على قدرته أن المبنى ياخد قرارات مختلفة، على قدرته على تحسين الخدمات جوه المبنى، وعلى قدرته على تخفيف المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها المبنى. مخاطر زي إيه؟ زي مثلا أن يحصل فيلير للنظام، أن النظام نفسه يبدأ أن هو يعطل، يبقى أنا لازم يكون عندي كشف مبكر للأعطال دي. ده نموذج بس عشان لو إيه ما حدش يروح للريسك بتاع المانجمنت، ده المقصود بالريسك ميتيجيشن هنا. وصلنا في النهاية ل 35 مبادرة أساسية ممكن إن أنا أعتمد عليهم بشكل أساسي، مترتبين طبقا للأولوية العالية فوق، وبعد كده أنزل للميديوم، بعد كده بنزل للأولوية المنخفضة اللي هي اللو. عليهم متقسمين كالتالي: أنا عندي 20 مبادرة متاحة للمانجمنت للإدارة، أنظمة الإدارة الذكية، عندي 2 متاحين للسمارت إنرجي جنريتنج لأنظمة التوليد الذكية، وعندي 13 لأنظمة الاستهلاك الذكية، متقسمين 8 للإضاءة و5 مختصين بالتكييف. أنا هسيب اللينك بتاع البحث عشان خاطر لو أنت حابب أنك تقرأ المبادرات وتبدأ أن أنت تعتمد عليها وأن أنت تبحث عنها والكلام ده، عشان بس الوقت بتاعنا محدود وما يكونش خدت وقت أكتر من الوقت اللازم. المهم هتلاقي المبادرات عندك في البحث، وهسيب اللينك بتاع ريسيرش جيت، هو متاح للداونلود عادي. دي ال 35 مبادرة بتاعتنا. من هنا نبدأ ان احنا نتنقل للهدف الثالث. احنا كده حققنا هدفين. الهدف الثالث بتاعي ان انا اشوف هل ده متاح عندي في السياق المصري ولا لا. رحنا زيارة للقرية الذكية باعتبار ان المباني اللي فيها كلها الدولة بتاعتنا او السياق المصري بيعترف بيها كمباني ذكية. اخترنا 5 عينات: مبنى الاي سي جي، مبنى اورنج، مبنى اوراكل، ومبنى هواوي، مبنى البنك بتاع الاتش اس بي سي. بزيارة الابنية الذكية خدنا المبادرات معانا وبدأنا نعمل تشيك على وجود المبادرات دي من خلال حاجات معينة أو حاجات أساسية. احنا عندنا طبعا التصنيف وعندنا المبادرات بتاعتنا وترتيبها بالأولوية. أول حاجة شفنا الأفيلابيلتي بتاعها في السوق المصري، هل هي موجودة عندنا في مصر ولا لأ؟ لأن ده طبعا بيأثر في التكلفة وبيأثر على قرارات كتير بالنسبة للمستثمرين. طب وجودها في السوق المصري كان يفرق معايا إيه في التشيك؟ إن هي لو متاحة عندنا في مصر وأنت ما استخدمتهاش في المبنى فأنت دلوقتي عندك خلل، يعني هي متاحة أنت ما استخدمتهاش ليه؟ دي حاجة. تاني حاجة بنعمل الاكزيست بتاعها، هل هي موجودة في المبنى ده ولا مش موجودة؟ طب بما انها موجودة كفائتها ايه؟ كفاءة عملها عامل ازاي؟ هل هي جيدة العمل بتاعها ولا هي ميديوم متوسط الكفاءة بتشتغل وخلاص، ولا هي ضعيفة جدا يعني تكاد تكون ملموسة، يعني يدوب الناس عارفة ان في نظام هنا شغال بالطريقة دي او المبادرة دي. بعد ما عملنا التشيك وصلنا في الجزء بتاع النتائج والمناقشة، علشان لو انا جيت عملت زوم للجزء ده هلاقي ان احنا في مصر حاولنا نحقق مجموعة من المبادرات دي، فاحنا وصلنا ان احنا حققنا 22 مبادرة من اصل 35 مبادرة احنا عملناهم. فنسبة تحقيقنا في مصر من المبادرات دي 62.86%، هلاقينا حققنا بالنسبة لإدارة الطاقة 13 من اصل 20، في الأنظمة بتاعت توليد الطاقة الذكية حققنا 1 من اصل 2، في أنظمة الاستهلاك حققنا 8 من أصل 13. بكده دي النتائج بتاعتنا، عايزين نعمل لها مناقشة. فالمناقشة عندنا كانت على نوعين. أول حاجة جت على فقرتين. الفقرة الأولى كنا بنتكلم فيها على النتائج بتاعتنا، اللي هي إحنا حققنا دلوقتي مجموعة من النتائج وروحنا عملنا تشيك ومش عارف إيه، فإحنا لازم دلوقتي نناقش النتائج دي. إحنا عملنا تشيك إزاي ووصلنا للنسب دي منين والكلام ده كله، ده اتشرح في اول فقره في المناقشه، برضو متاحه انك ترجع لها في البحث في اللينك ده انا هسيبه. الجزء الثاني ويعتبر برضو من الاهم، الصوره دي برضو من تحليل اللي هو الجزء الاول بتاع الدسكشن، انا يهمني الجزء الثاني من اهداف اللي احنا حددناها من الاول، ان انا دلوقتي لازم اتكلم على المبادرات اللي مش موجوده في مصر. احنا خلاص حققنا 22 مبادره، فاحنا عندنا 13 مش موجودين. هما مش موجودين ليه؟ في الواقع لما عملنا تشيك وصحيح 13 مش موجودين، بس عليهم كمان 3 كانوا موجودين بضعف شديد جدا، يعني كان ادائهم ضعيف جدا لدرجه ان هم نقدر نعتبرهم ان هم مش موجودين برضه.
يبقى كده مجموع اللي عندي 16 مبادرة غايبة أو ضعيفة في العمل بتاعها. فحاولنا إن احنا نقدم كمان في البحث بتاعنا تبريرات للضعف ده، حللناها من ناحية التكنيكال بتاعها، حللناها من ناحية البعد الاقتصادي بتاعها، وكمان حللناها من ناحية المجتمع بتاعنا، هل المجتمع ده عنده وعي بيها ولا لأ. وبناء على تحليل الثلاث عناصر دول حاولنا إن احنا نقدم تفسيرات لده. التفسيرات دي ممكن إن شاء الله تساعدنا كمان لو احنا حاولنا إن احنا ندور على الحلول بتاعتنا. عشان في النهاية نوصل للتوصيات، قبل التوصيات ده الهيكل أو الرحلة اللي احنا مشيناها في البحث بتاعنا، أنا إزاي وصلت من أو إزاي احنا بدأنا البحث بتاعنا عشان نوصل للكونكلوجن أو النتائج في النهاية، إن احنا بدأنا الأول بالإنترودكشن والميسود والليتريتشر ريفيو ده اللي احنا اتكلمنا عنه عشان نوصل لفكرة عامة، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في منهجية سبت. برضو هتلاقي الصورة دي أو الهيكل ده متاح في البحث في أول البحث فوق، ممكن ترجع له عشان لو أنت عايز تمشي في نفس الرحلة زي ما هنقول في التوصيات دلوقتي. نوصل للجزء بتاع التوصيات. التوصيات عندنا اتقسمت لثلاث حاجات أساسية. عندي مستوى الوطن، المستوى اللي هو الدولة بتاعتنا المفروض تعمل إيه. عنده مستوى المهندسين المعماريين، وظيفتنا إحنا ووظيفية الستيك هولدر أو المستثمرين. وفي كمان توصيات على البعد العلمي. سريعا كده ممكن أقول بعض التوصيات اللي إحنا ممكن نستنتجها من البحث ده. على مستوى الدوله لازم الدوله ان هي تبدا تحمي السوق بتاعنا من الاحتكار. احنا عارفين في مصر ان اول ما ترند جديد بيظهر بيظهر الحيتان بتاعته، فالمفروض الدوله تحمي ده، لان هي لما تحمي الاحتكار برضه هتدعم السوق المحلي بتاعها وهتساعد على انتشارها بشكل كبير جدا. لازم ان هي تحاول باستخدام الاعلام بتاعها تزود الوعي بتاع الناس. يعني ايه تزود الوعي بتاع الناس؟ ده المنشن الثاني بتاع جيال لبان في البحث بتاعه في 2013 و2015، لما قلت هنخلي بالنا من الجزئيتين دول عشان هنرجع لهم. بيقول ايه في 2013؟ هو جاب مبنى ذكي قاعد يراقبه لمدة سنة كاملة. بعد سنة اكتشف ان المبنى الذكي اللي هو راقبه ده ما كانش طريقة عمله زي ما كان متوقع. كان المفروض ان هو يوفر طاقة كبيرة جدا، لازم يكون ذكي جدا، لازم يبقى له مهام معينة بيحققها واهداف معينة بيحققها. اكتشف ان ده ما بيحصلش. طيب ليه ما بيحصلش؟ كانت المشكلة في وعي الناس أو وعي المستخدم. حتى كان بيقول جملة جميلة جدا في البحث بتاعه، المبنى الذكي يحتاج لأناس أو مستخدمين أذكياء علشان يقدر إن هو يؤدي الوظيفة أو العمل بتاعه بالكفاءة المطلوبة. يعني ده بيوضح لك أهمية وعي الناس للأنظمة الذكية. على سبيل المثال ممكن واحد يدخل الغرفة يتخطى النظام، لأن طبعا الإمكانية بتاعته اللي هي المبنى بيديها له انه يتخطى النظام، يقول لك بدل ما مخرج والتكييف يرجع يوطى وارجع تاني ادخل فالتكييف يتظبط، طب ما عدل التكييف يخليه مثلا على 26 او 23 او 20 على طول، ويخرج ويسيب المكتب ويرجع يشرب سيجاره مثلا ولا حاجه ويرجع تاني. كل ده بيكلف المبنى طاقه هو اساسا كان في غنى عنها او محتاجها. فبالتالي ده من هنا يبان اهميه وعي الناس، او اهميه ان الدوله توعي الناس وتبدا تعلمهم اهميه ان هم يستخدموا الانظمه دي. بالنسبه للمهندسين المعماريين لازم ان هم يبدا ان هم يبقى عندهم وعي كافي بالمبادرات دي، ويبدا ان هو يعتمد عليها، يبدا ان هو كمان يكلم المستثمرين على اهميتها، والمستثمرين نفسهم او الستيك هولدر بشكل عام او متخذ القرارات كمان يكون عندهم القدره ان هم او يكون عندهم الجرأة او القدره ان هم يبداوا يطبقوا الانظمه دي. بالنسبه للبحث العلمي، ويمكن دي من اهم الحاجات اللي هي البحث المفروض يتكلم عنها، ودي اهم الحاجات اللي المفروض الحضور دلوقتي يعني يهتم بيها. انا وصلت في البحث بتاعي او احنا وصلنا في البحث بتاعنا ل 35 مبادره. ال 35 مبادره دول انا مش بجزم ان ال 35 مبادره دول هم نهايه اللي احنا وصلنا له، انما ده قدرتي اللي انا وصلت له. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عملت تشيك على 5 مباني. بالتاكيد انا لو وسعت العينه بتاعت ال 10 20 30 40 مبنى مثلا ان كانوا موجودين، او على الابنيه الجديده اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده او الكلام ده كله، بالتاكيد هلاقي برضو ان المنظور نفسه اختلف. فهنا بتيجي أهمية الباحثين من بعد إن هم يكملوا دراسة في الجزئيتين دول. لازم يوسع عينة البحث معايا، يجيب المبادرات دي ويحاول إن هو يوسع العينة بتاعته ويعمل تشيك ويشوف في مصر التطور حصل ووصل لإيه، وفي نفس الوقت يبدأ إن هو يحاول يستنتج أو يستنبط مبادرات إضافية ويكمل على الدليل اللي إحنا بنأسسه، بحيث إن هو لما هنكمل عليه هنوصل لدليل كبير إن شاء الله، ممكن انه يتحول لكود او برنامج او قانون ممكن ان احنا نمشي عليه بخطى ثابته. اخر حاجه هشاركها ده بالنسبه للدوله وبالنسبه لاهميه
الباحثين ان هم يدوروا في اللي مصر بتعمله، ان سنة 2020 في سبتمبر ده تحديدا التاريخ اللي انا كنت شغال فيه في البحث، هلاقي ان مصر اتفقت مع شركة هواوي ان هم يحولوا البنية التحتية لمصر للسمارت جريد. يعني مصر كحكومة وكدولة واخدة خطوات واسعة جدا ان هي تدشن بالفعل وتقوي قدرتها على العمل بتاع الأنظمة الذكية بالهيكل بتاعها كله أو في المباني بتاعتها كلها. فأنا يكون عندي سمارت جريد، البحث بتاعي بيقول إن السمارت جريد ضعيف جدا وجوده في مصر ويكاد يكون معدوم. ده طبيعي لأن البنية التحتية عندنا في مصر تقليدية بشكل كبير. هنا مصر في 2020 وأنا شغال بتقول لك إن إحنا اتفقنا بالفعل مع شركة وهي شركة هواوي إن هي تبدأ تعمل تحويل للبنية التحتية بتاعتنا إن هي تكون بنية ذكية. فمصر شغالة بالفعل في الموضوع ده، بالتالي بيبان اهميه ان احنا نعمل ابديت للبحث بتاعنا دايما في المجال او في النقطه دي بحيث ان احنا نواكب التطور اللي هو بيحصل ده. واسف ان كنت طولت عليكم، واتمنى ان تكون الفكره بتاعه البحث كلها ايه وصلت بسهوله يعني ان شاء الله. باشمهندس عمر انا معلش انا مش سامع حاجه عندي. انا مش سامع الباشمهندس عمر، بس عامه انا خلصت البرزنتيشن، فاللي عنده سؤال ممكن برضو انه يرفع ايده او يبدا يسال. الو، ايوه باشمهندس مع حضرتك. ايوه معلش انا اسف كان في مشكله في المايك. طيب لو في اي اسئله، لو في حد عنده اسئله احنا عندنا وقت قبل المحاضره الثانيه ان شاء الله. طيب احنا حاطين القناه بتاعت باشمهندس ياب لو حد حابب ان هو يشترك فيها ان شاء الله هيلاقي معلومات قيمه باذن الله. الله يكرمك يا استاذ، جزاكم الله خير. دكتور رفعت حضرتك موجوده؟